لغايه لما يحصل جديد النادي الاهلي او اي حد بيخش النادي الاهلي تفكيره في شيء واحد فقط، كيفيه الفوز في كل الالعاب، في كل الالعاب كيفيه الفوز بس، مش حاجه تانية. ما حدش بيفكر اصل انا لو تعادلت الماتش ده وبعدين كسبت الماتش اللي بعده وبعدين. عايز اقول لحضراتكم ان احنا كان في فرصه او في وقت واحنا في كاس العالم للانديه كنا ممكن جدا نلعب ريال مدريد او نلعب برشلونه، كان تفكيرنا الوحيد ان احنا ازاي هنكسب. انا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه واحنا قاعدين كده، لو كنا قابلنا برشلونه او كنا قابلنا ريال مدريد هل كنا هنفكر ان احنا ابقى قاعد انا وفلان وعلان اللاعبين كلهم اللي هذا الجيل الرائع الحقيقه اللي كان موجود، ما تبقى قاعد معاهم وتيجي تتكلم معاهم تقول لك طب لو لعبنا مثلا ريال مدريد هل هنعرف نكسب؟ تلاقي هنكسب، احنا النادي الاهلي هنحاول ان احنا او هنحاول ان احنا نكسب. هو ده التفكير حتى مع اعظم انديه العالم، هو ده تفكير النادي الاهلي، هو ده التفكير اللي احنا دايما بنتكلم بيه.